السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو إن شاء الله لوختوغراف صفحة رقم 88 88 الوحدة الثالثة الأسبوع الثالث. أوبجيكتيف الأهداف ديال الدرس أختوغرافي كوريكتومون نكتبو بطريقة صحيحة لي نون فيمينا أون إي أو الأسماء المؤنثة اللي عندهم في الأخير إي أو. العنوان ديال الدرس لي نون فيمينا اون اي او الاسماء المؤنثه اللي عندها في الاخر اي او. هذه الحصه الاولى. سو كو جو سي ما اعرف لا بروميير كيسيون لي سينون اقرا هذه الاسماء اللي هما هادو اوت فوا يعني بصوت مرتفع. كيل سون ما هو الصوت اون تيل اون كومان ما هو الصوت اللي عندهم مشروك. غادي نقراو بعدا هاد الكلمات ونفهموهم ونشوفوا الصوت اللي مشروك ما بيناتهم. اذا عندي اون توبي. اون توبي هي خضروف او تريمبو او ترومبيه. اون توبي لا سوري فاره. اون بولونجري. اون بولونجري مخبزه. اون بروبي. اون بروبي هي النعجه هي الانثى ديال الخروف. لا بيرجوري. لا بيرجوري هو هي الحظيره المكان اللي كينعسوا فيه الخرفان. لا بيرجوري. اذا غادي نشوفوا شنو هو الصوت. كيل سون اونتيل اون كومان شنو هو الصوت اللي مشروك ما بيناتهم. اذا كانت معنا اون توبي سوري بولونجوري اون بروبي بيرجوري. اذا في الاخير كنسمع داك الصوت اي. توبي سوري ري بولونجوري ري بروبي بي بيرجوري ري. اذا هنايا في الاخير دائما كنسمع داك الصوت ديال اي. اذا شنو هو الصوت اللي مشروك ما بيناتهم؟ هو صوت اي. لو سون اي نكتبوها هنايا لو سون صوت اي هو اللي مشروك ما بيناتهم. جو ريفليشي اي جو مانيبول. نقراو هاد الجمل هادو. إذن عندنا لي غارسون جو ا لا توبي الاولاد كيلعبوا بالخضروف او بالتريمبو. لا بروبي باس دوفون لي كوري يعني النعجه كدوز امام لي كوري هو الاستابل الاستابل اللي كينعسوا فيه الاحصينه. لا نوي يعني في الليل فاطمهتو الوم اون بوجي يعني في الليل فاطمهتو كتشعل شمعة اون بوجي. لا سونري لا سونري هو ديك الرنه بحال منين كيصوني بحال منين كيصوني هذاك التليفون يعني كدير له انت واحد السونري اللي هي معينه باش منين كيصوني كتكون عندك واحد الرنه معينه في الهاتف. لا سونري مارك لا فان دو جو يعني ديك الرنه كتشير الى نهايه اللعبه. إذن غادي نشوفوا الأسئلة. لي مو سوليني سونتيل ماسكولان أو فيمينا. لي مو سوليني هما هادو عندنا لا توبي لي كوري اون بوجي لا سونري. إذن شنو كنشوف هنايا في لو ديتيرمينون؟ عندي هنايا لا هنايا لي كوري واخا عندي ديك الأبوستروف لأن ميمكنليش ندير لا إي كوري كندير لي كوري ولكن فاش كنقول اون كنقول اون اكوري دونك هذا حتى هو فيمينا. دونك لا توبي هنايا لا سي فيمينا اكوري حتى هو فيمينا بوجي فيمينا عندي اون سونري حتى هي فيمينا عندي لا اون لا وهنايا لا وهنايا الى درت اون في بلاصه هاد الابوستروف يمكن لي ندير اون اكوري. دونك لي مو سوليني سونتيل ماسكولان او فيمينين قال لك هاد الكلمات اللي نسطرنا تحت منهم واش هما مذكر او لا في المؤنث. اذا كيف ما كنشوفوا فهما فيمينا في المؤنث. دونك غادي نقولوا لي مو سوليني لي مو سوليني سون فيمينا يعني هادوك الكلمات اللي سطرنا تحت منهم هما في المؤنث لان عندنا كيف ما قلنا عندي لا توبي يعني هاد لا هادي هاد لي ديتيرمينون كيبين لي بانها توبي هادي راها مؤنث. عندي لي كوري حتى هنايا كنقولوا اون كوري اون بوجي عندي اون لا سونري. ندوزو لا ثوازيام كيسيون بار كيل سون سو تيرمين لي مو سوليني باين صوت ما هو الصوت الذي تنتهي به الكلمات اللي تحتها خط. الصوت اللي كتنتهي به شنو كنسمع هنا لا توبي اذا كنسمع بي. لي كوري شنو كنسمع ري. بوجي شنو كنسمع جي.
سونغي شنو كنسمع في الاخر غي. دونك هنايا شنو هو الصوت اللي كتنتهي به هاد الكلمات اللي تحتها خط؟ كتنتهي بدك صوت اي. il se termine il se termine هنايا il se termine كنهضروا على لي مو سوليني. il se termine par le son i. il se termine par le son i كنسمعوا كاملين فيهم اي. تو بي بي ري لي كوري ري بوجي جي سونري ري. نجيو دابا لا كاتريام كيسيون. Comment ce son est-il écrit? كيفاش هاد الصوت هذا مكتوب؟ شنو عندي هنايا فاش شنو مكتوب هنا في الاخر؟ اي او هنايا اي او هنايا اي او هنايا اي او. اذا هاد لو صون هذا اللي كنسمع ديك اي شنو كتبنا كيفاش كنكتبوه؟ كنكتب اي او. il s'écrit اذا غادي نكتبو هنايا il s'écrit. هنايا هاد il كنقصدو بها لو صون. اذا ممكن نديرو لو صون le son est écrit IE ou bien il. Il est écrit. يعني هو مكتوب. كيفاش مكتوب؟ مكتوب IE. كتبنا IE. كلهم عندهم في الاخر IE. اذا هاد il كيف ما قلنا كترجع للصوت. le son est écrit يعني الصوت مكتوب. كيفاش مكتوب بهذه الطريقه هذه درنا له IE. ندوزو دابا ce que j'ai appris. ماذا تعلمت؟ اذا هنا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بان كاع هاد لي مو هادو سون فيمينا يعني في المؤنث، وفي داك لو سون اي دائما كنزيد اي او فاش كيكون عندي المؤنث. الا كانت عندي مؤنث وعندي داك لو سون اي في الاخير كنزيد لها او الا في واحد الاستثناءات. دونك سو كو جي ابري لو سون اي على فان دان نون فيمينا سيكري جينيرالمون اي او. دونك يعني هذاك الصوت اللي هو اي في الاخير ديال واحد الاسم مؤنث كيتكتب عاده او لا عموما كيتكتب اي او. يعني فاش نشوف شي اسم اللي هو مؤنث وعنده في الاخير داك لو سون اي كنعرف بان غادي تكون عنده اي او الا واحد الاستثناءات. عندي دي زيكزامبل امثله لا بي لا بي اذا هذه مؤنث وعندها في الاخير اي او. اون توبي مؤنث وعندها في الاخر اي او. لا بيرجوري مؤنث وعندها في الاخر اي او. بولونجوري حتى هي مؤنث وعندها في الاخر اي او. اذا لا بي هو واحد الطائر كيكون بالاسود. اون توبي هي الخضروف. لا بيرجوري كيف ما قلنا هي الحظيره اللي كينعسوا فيها الخرفان. لا بولونجوري هي المخبزه عندها في الاخر اي او. اكسبسيون اكسبسيون عندي يعني استثناءات يعني يعني هادو استثناءات يعني ما كيدخلوش في هذه القاعده هذه اللي قرينا. بحال اون بروبي اون بروبي واخا هي مؤنث ولكن شنو عندها في الاخر اي اس ما عندهاش اي او. اون بروبي اون فورمي اون فورمي نمله واخا هي فيمينا ولكن ما عندهاش اي او عندها غير اي. اون بيردري اون بيردري حجله واخا هي مؤنث ولكن ما عندهاش اي او ولكن عندها اي اكس. هادو خصنا نعقلو عليهم مزيان. اون سوري اون سوري واخا مؤنث يعني فاره اولا حتى هذيك ديال لورديناتور كنسميوها فاره كنسميوها اون سوري. اون سوري هنايا واخا مؤنث ولكن ما درناش اي او درنا اي اس. هادو هاد الكلمات خصنا نعقلو عليهم. دونك جو فيريفي ميزاكي اقوم مكتسباتي اقوم مكتسباتي. عندي هنايا كومبليت افيك لا تيرمينيزون كي كونفيان اتميم بالنهايه التي تناسب. اما غادي ندير اي او او بيان اي اس او بيان اي اي تي او بيان اي او او بيان اي اكس. اذا عندي اون بيردري اون بيردري هي هاد الحجله هادي. اون بيردري كيف ما شفنا فان هذيك هاد بيردري كتدخل في هادوك الاستثناءات. اذا خصني ندير لها اي اكس واخا نشوف ديك اون ما نديرش اي او خصني ندير اي اكس. اون بيردري عندنا اون سوري اون سوري حتى هي داخله في دوك الاستثناءات اللي شفنا هنايا في داخله هنايا خصها تكون عندها اي اس ماشي اي او. اي اس اون بي هادي عادية غادي نكتبوها اي او. اون بي يعني هدا واحد الطائر كيتسمى. اون بوجي هادي تاهي غادي تكون عادية شمعة غادي ندير لها اي او.
اذا نعقل غير على هذوك الاستثناءات اون بروبي و اون فورمي و ان بيردري اون بيردري و اون سوري. هاد الاستثناءات هادو نعقل عليهم. اون فورمي اذا كيف ما شفنا كتكون عندها اي ماشي اي او. اون توبي هادي غادي تكون عندها اي او، غادي نكتبوها عاديه لانها ما داخلاش في دوك الاستثناءات. اون توبي ندير لها اي او. دابا عندنا اكري لا سيزيام كيسيون. اكري دو نون كي سو تيرمين بار اي او، قال لي كتب جوج ديال الاسماء التي تنتهي ب اي او، يعني من دوك الكلمات العاديه اللي كتكون عندهم في الفيمينان كتكون عندهم اي او، بحال اون توبي، اون بوجي، اون سونري، اون اكوري. اذا بحال هادوك غادي نكتبو شي وحدين اخرين بحال اون مالادي و بيان لا مالادي، يعني مرض. اون مالادي، اون مالادي كنديرو لها في الاخر اي او. اون كوبي نسخه كنديرو لها في الاخر اي او. نزيدو شي كلمه اخرى و نتوما ديك الساعات غادي تختاروا اللي بغيتو. مثلا غادي نقولو لا كاري. لا كاري هي السوسة اللي كتكون في السنان. لا كاري حتى هي كتكون عندها اي او. دابا نشوفو ان نون كي سو تيرمين بار اي اس. ممكن نديرو اون سوري، اون بروبي، واخا هما في الفيمينان ولكن كنديرو لهم اي اس. اون سوري، اون بروبي، نعجة، اي اس. اذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 88. الى حصه مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.